إذا زرعتم أقلام التين بهذه الطريقة فسوف تحصلون على آلاف شتلات التين مجانا. متابعينا الكرام، مرحبا بكم وسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم سوف نقدم لكم طريقة جديدة لزراعة أقلام التين، وهذه الطريقة تعتبر من الطرق الاحترافية التي لا تكلف منك الكثير من الجهد ولا الكثير من المال. إذا متابعينا الكرام، قبل بداية الفيديو نود أن نعرف من أي بلد تتابعون صفحة تعليم الزراعة. وإذا كانت لديكم أي تساؤلات حول زراعة التين من خلال الأقلام أو من خلال البذور، فنحن سنجيب عن جميع تعليقاتكم بدون استثناء. والآن سننتقل لنعرفكم على خطوات هذه الزراعة. فبالنسبة لخطوات هذه الزراعة فهي خطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي مزارع أن يقوم بها، سواء كان مبتدئ في عالم الزراعة أو محترف. فالخطوة الأولى وهي أخذ أقلام التين من شجرة تين ناضجة ومثمرة، ثم تقومون بهذه الطريقة التي نقوم بها الآن. وبمناسبة زراعة شجرة التين المباركة فسوف نذكركم بقول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم زرع زرعا أو غرس غرسا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا وله فيه أجرا كبيرا. وإذا شاهدتم هذا الفيديو حتى الآن واستفدتم منه ولو بالقليل فلا تنسوا لايك ومتابعة الصفحة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة. وأيضا لدينا قناة على اليوتيوب تعلم الزراعة Farming Education، فسوف نترك لكم الرابط في أول تعليق. إذا مشاهدينا الكرام، ما هي الزراعات التي تودون أن نقوم بزراعتها في هذا الأسبوع؟ فبناء على طلباتكم سنقوم بالزراعة إن شاء الله. وكما تعلمون وتشاهدون في فيديوهاتنا السابقة، نحن دائما نعمل لكم طرق زراعية سهلة وبسيطة ليتمكن كل مشاهد من زراعتها بنفس الطريقة. ولزراعة التين عدة طرق مختلفة، فمنها عن طريق البذور، ومنها عن طريق الشتلات، ومنها عن طريق الأقلام. ونحن الآن نعمل هذه الطريقة التي لا تكلف منك الكثير من الجهد ولا الكثير من المال، وهذه الطريقة تسمى الزراعة عن طريق العقل. فبالنسبة للتربة التي نستعملها فيجب وضع بعض السماد العضوي. فبالنسبة للذين لا يعرفون ما معنى السماد العضوي، فالسماد العضوي هو باختصار مخلفات المواشي والأغنام. والآن متابعينا الكرام، اقتربنا على نهاية الفيديو، نتمنى أن ينال إعجابكم، وإذا أعجبكم لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم وأحبائكم حتى يصل إلى عدد كبير من المشاهدين. والآن انتهينا من خطوة الزراعة، أما الآن سننتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي عملية الري. ويجب الري جيدا بهذه الطريقة التي تشاهدون أمامكم حتى تتمكن التربة من شرب المياه بشكل جيد. إذا مع السلامة، كان معكم الأستاذ عبد المولى العماري.